مرحبا. يا اهلا يا مزنة. مرحبا. هل انتم مستعدين؟ نعم احتلي علينا. مستعدون. تفضلي يا شهرزاد. عنوان القصة الحنين. في احد الايام وصلتني احدى البرقيات وكانت من احدى الجامعات المعروفة. كتبوا في رسالتهم: عمر، لقد تم قبولك في جامعتنا في امريكا، اكتب لنا ردك يا عمر. فرح اهلي وبسرعة اخذت ريشة وغمستها في الحبر وكتبت موافق. بعد يومين من التحضير أتى اليوم الموعود الذي تركت فيه عائلتي. بكت أمي، فرح أبي، قالت أختي لا تنسى اللعبة. احتضنني أخي وانطلقت إلى محطة القطار. رأيت طفلاً صغيراً كان يعمل في القطار، ناولني بعضاً من الماء. شكرته، ولكني رأيت شخصاً مغروراً وبخيل الكلام لا يريد التحدث مع أحد، لكنني تجاهلته. وأخيراً وصلت لأمريكا. أعجبتني الأيام الأولى ولكنني شعرت بالغربة. كان هناك ثوب أسود يغطيني. اشتقت إلى أمي وأبي، أختي، أخي، ولكنني أريد أن أخبر العالم إن مهما ذهبنا إلى أنحاء العالم فسيبقى وطننا محفورا في قلوبنا. مهما ذهبنا إلى أنحاء العالم سوف نشعر بالحنين اتجاه وطننا. هذه الرسالة التي أريد أن أوصلها للعالم. التزمتي تقريباً بأكبر مفاصل القصة القصيرة. هل هذه القصة واقعية؟ نعم. مثلاً الأبطال عندما أتوا إلى الإمارات العربية المتحدة في أول الأيام ربما كان يشعرون بالسعادة، ولكن بعد أن مرت فترة وجيزة سوف يشعرون بالحنين لوطنهم. أجمل شيء إحساسه. يا مزنة، أنت لديك موهبة حقيقية في الكتابة. هذا مو فرح. شكرا لك يا مزنة. شكرا لك.